بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سعدت اليوم أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام أثناء طبعا توصيل الكهرباء لمسجد الإمام الربيع، بصحبة أيضا الأخ عبد الله من فرقي. الاسم الكريم موسى بن فاضل بن سالم الهنائي من ولاية بحر. ما شاء الله الأخ موسى، قال لي الأخ عبد الله أن هذه الشركة التي توصل الكهرباء لك، كيف جاءتك الفكرة يعني تأسيس شركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير على الاستضافة. حقيقة أنا درست في الكلية التقنية بكالوريوس كهرباء مدة 6 سنوات. جميل. بعد التخرج لم أحصل على وظيفة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فلمدة 2 سنين مارسنا أعمال توصيل الكهرباء في التسليكات المنزلية والصيانة. بعد ذلك كان أحد الأخوة يعني اقترح لي تأسيس هذه الشركة، لأن من واقع تجربة هو اشتغل مع شركة ثانية. جميل. بحكم أنه اشتغل انطلقنا في المشروع، وكان عندنا عقبة المبلغ المادي. بعد ذلك تيسر عن طريق صندوق الرفض وتيسر الأمور الحمد لله، بدينا هذا المشروع. جميل. ما أبرز الصعوبات يعني التي واجهتها عند تأسيس هذا المشروع؟ أبرز الصعوبات أول شيء احتكار العمالة الوافدة. بحكم أننا عمانيين وندير المشروع بنفسنا، عندما دخلنا السوق كان الوافد محتكر السوق بشكل ما تتصور بخصوص الأسعار. نعم. فعندما دخلنا واجهنا صدمة أن كان الأسعار مرتفعة. دخلنا إحنا السوق واجهنا أن خفض الأسعار بشكل مبالغ فيه. جميل. بقصد أن إحنا بسبب أن التكلفة العالية في بداية المشروع فما نغطي مصاريفنا الشهرية. ما شاء الله. لذلك انه نزل الاسعار وكانت اسعار يعني حتى رأس المال ما يقل. جميل. من دون فائدة يشتغل هو. كانت فكرته وتصميمه ان احنا نجي شهر شهرين نخرج من السوق. او سبحان الله. ما الذي جعلكم يعني تستمروا؟ الدافعية التي يعني انتم بنيتم عليها للاستمرار. أول شيء إحنا جزاه الله خير المجتمع تساعد معنا، بحكم إن إحنا معنا ليسن كهرباء فحص التوصيلات المنزلية. الفكرة اللي خطرت في بالنا إن نحن نمسك البيت فحص وتوصيل من المشترك قبل يعني خلصنا الإجراءات كاملة. نعم. من الصفر إلى الياء. ما شاء الله. إلى الناس يعرف عنا المجتمع. لذلك توسعنا شيئا فشيئا، سمعت الناس. وحاولنا بقدر المستطاع في البداية أن نكسب الزبون قبل المال يعني. جميل. ما هي رسالتك لمن يؤسس مثل هذه المشاريع؟ رسالتي أن عندما تعمل مشروع أهم شيء الخدمة ما بعد المشروع. الخدمة ما بعد المشروع. ما بعد المشروع. أن الناس تأخذ عنك انطباع حسن. عندما مثلا سلكت كهرباء لشخص ما واجه مشاكل، هو بالطبيعي يتواصل معك. نعم. فضروري انك انت تكون سلس وبرحب صدر وتتعاون معه في حالة ان صارت عنده مشكلة، عنده استفسار، فانت تنشر سمعة طيبة عن نفسك وعن مشروعك في المجتمع. جميل. لذلك ان الناس تحبذ الانسان المتعاون. جميل. هل هناك عندك افكار لتطوير هذا المشروع؟ حاليا انا اشتغل في ولاية بهلة. جميل. والحين نبحث عن شخص آخر يشتغل في نزوة يدير المشروع، كون أن المشروع يحتاج إدارة شخصية والإنسان متفرغ، لأن لاحظنا العمالة الوافدة مسيطرين على السوق وفي بعض الأمور المواطن ما يعرف ويش يصير. نعم. كيف توصيل الكهرباء ويش الخلفيات. فيحتاج لمن يرشده، فهو من يواجه شخص عماني يشرح له كل التفاصيل يتقبل أكثر وينشر سمعتك في المجتمع. فتلاحظ انت لك قبول. زين، انتم ما هي وسيلتكم للدعايه او للاعلام الاخرين بكم؟ يعني الناس ممكن ما تعرفكم، هل عندكم وسيله معينه يعني الناس تتعرف عليكم لكي ايضا تتوجه اليكم يعني والاستفاده من الخدمه التي تقدمونها؟ حاليا ننشر عن طريق الواتساب. واتساب. اها. والشخص الشيء الثاني عن طريق الكهربائيين العمانيين. ممتاز. يعني حتى يتساعدوا معنا. والطريقه الثالثه عندما نقوم بالانتهاء من تسليك اي منزل ننشر عنه لصاحب المنزل. جميل. صاحب المنزل ينشر لمعارفه والمجتمع اللي معه.
لذلك تتوسع ما المعارض. اسم الشركة يعني اللي البيت الآمن للمشاريع الفنية. ومشاريع؟ اسم جميل يعني حقيقة، حتى البيت الآمن للمشاريع المشاريع الفنية. الفنية. الآن اللي يبغى يتواصل معكم كيف؟ حاليا ممكن عن طريق رقم الهاتف أها يعني ممكن إذا بغيت تاهه. 9615685070، أو أي مكتب، سواء مكتب بهلة أو مكتب نزوة أو مكتب إزكي، موجودات أرقام للكهرباء تواصل يعني. للكهرباء، موجودات أرقام تواصل في قائمة الشركات. ما شاء الله، سعدت كثير حقيقة بهذا اللقاء. أسأل الله سبحانه لك التوفيق، مزيد من النجاح، وجزاكم الله كل خير. ما شاء الله توصلوا نير المسجد الإمام الربيع بحي التراث بنزوة. الله ينور طريقكم آمين إن ودربكم شاء الله. ومن نجاح إلى نجاح. جزاكم آمين. الله خير جزاك والله. الله خير. بارك الله فيك. الله أحسنت. يحفظك. حياك عبد الله بن سليمان معك. بارك الله الله يحيي شعرك.